تقدروا تقدموه على الرز إذا حبيتوا، أو طبعاً مع المكرونة، أو تكلوه مع الخبز، ولا أطيب ولا أروع من هيك. وصفة كتير لذيذة، وأنا متأكدة حتى لما تقدموها ما حدش حيعرف هذا الصوص من إيش معمول، لأنه له طعم خاص جداً يمكن ما حدا جربه قبل. أرجو إنكم تجربوا هذه الوصفة وتستمتعوا فيها مع أفراد أسرتكم وأحبائكم، ودائماً تفتكروا إنه أحلى إفطار مع بينار.